بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هناخد مع بعض يا جماعة إن شاء الله تمرينات ادفانسد شوية، وهناخد شوية ميثودز جديدة، وهنعمل كام شكل عشان نتعرف على الباس، وبإذن الله نفهم فيه كل حاجة عشان نقدر نرسم بيه اللي احنا محتاجينه. أول حاجة عشان أتأكد إن أنت عرفت موضوع الستارتنج بوينت والموف تو ده بطريقة صح، محتاج إن أنا أوري لك حاجة بسيطة جدا. إن أنا لو جيت كتبت في الموف تو 100 في الإكس و100 في الواي، معناها بالظبط لما أنا أطلب منه الستارتنج بوينت بتاعتي تكون 100، يعني أنا بدأت الخط بتاعي من الحتة دي. تعالوا مع بعض نبص بصة كده على الصورة دي. الصورة دي بتوري لك الستارتنج بوينت اللي أنا بدأت فيها. الصورة دي من موقع اسمه كيروبا، عليه بالمناسبة أمثلة وتطبيقات جميلة جدا لو حد حابب يخش على الموقع. دلوقتي أنا بدأت من هنا، ده الستارتنج بوينت بتاعتي، قلت له 100 اكس، ادي 100 اهو، 100 بكسل من اول الاكس و100 بكسل من الواي، فبدات من هنا. لما انا بدات من هنا وجيت قلت له ان انا عايز اعمل خط بعدها، هتلاحظ ايه اللي حصل هنا. بصوا معايا بصه، اللاين 2 انا قلت له ان اللاين 2 عايز اروح عند الصفر اكس وصفر واي، فبيجي عند الستارتنج بوينت بيبدا منها ويروح ماشي لحد الحته اللي انت قلت له عليها، هي دي الحته اللي هو راح عندها اللي هي صفر صفر. جميل جدا جدا، عشان نفهم الفكره دي صح محتاج ان انا اخليه يبدا من الستارتنج بوينت ويروح لحد تحت خالص، العكس خالص. حلو جدا، عشان اخليه يعمل كده محتاج اقول له ايه؟ محتاج اقول له ان انت تروح عند ال 650 او ال 600 على حسب الكانفاس بتاعي، الويتس بتاعه كام؟ 600، ومن فوق 400 عشان يوصل للنقطه اللي تحت دي. فلو جيت انا هنا في اللاين 2 جيت قلت له هنا 600 وهنا 400، يا ترى هيعمل ايه قبل ما اعمل ريفريش؟ هل الخط هيجي من فوق هنا لحد تحت هنا؟ لا، الخط هيجي من اول الستارتنج بوينت اللي انت حددتها لحد المكان اللي انت قلت له عليه اللي هو ده، بالشكل ده، ببساطه شديده جدا. طيب حلو الكلام ده قوي، وتعالوا نعمل لاين تاني عشان ناخد عليه مثال مور ادفانسد. لو جيت قلت له انا هنا اللاين بتاعي 100 وبعدين 300، دي البوينت، فهيبدأ ببساطة يعمل لك الخط ده، ادي المية من على الشمال الاكس وال 300 من اول فوق لحد تحت. عشان نوضح الصورة دي بص بصة هنا، ادي الخط اللي احنا عملناه، 100 من على الشمال اكس اهو و 300 من فوق من اول الصفر لحد ال 300. حلو جدا، ده الخط بتاعنا. معنى كده ان هو بيمشي لحد الحتة اللي انت بتحددها له من اول الستارتنج بوينت بتاعتك دي. طيب لو انا عايز الخط ده، عشان اتاكد ان انت ماشي معايا على الخط وفاهم، لا مش ماشي على الخط ده، يعني ماشي على الخط اللي هو بتفهم يعني، تمام، دي قلشه كده رخيصه. المهم لو انا عايز ان انا اخليه يبدا من عند النقطه الصفر دي لحد تحت، هعمل ايه؟ هخلي الستارتنج بوينت فوق خالص هنا، الستارتنج بوينت اللي هي الاكس اهو وده الواي، هخليه صفر، فهيبدا معايا من فوق خالص عشان تفهم الفكره اهو كده. تمام جدا، يبقى احنا الحمد لله 100% المفروض عرفت يعني ايه ستارتنج بوينت وبدات منها، والحمد لله كله تمام. حلو جدا جدا الكلام ده كله. دلوقتي يا شباب انا وصلت لحد الحته دي، عايز اعمل خط تاني من هنا يمشي مثلا يمين، كاني بعمل حرف ال كده بالظبط، فهاجي عند اللاين ده وال100 300 الثانيه دي هخليها 300 300، وقبل ما اعمل ريفريش هقول لك ايه اللي هيحصل دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف 300 من هنا من الاكس عندي هنا هيبدا من هنا لحد ال 300، و300 من فوق فهيوصل برده عند الحته دي فهيعمل لك الحرف اللي انت شايفه ده. ادي الصوره اهي توضح لك الموضوع. الخط التاني ده اللي احنا عملناه 300 من اول اهو، 100 200 300 وصل لهنا، ومن فوق 100 200 300 وصل لحد الحته دي بالظبط. يعني هو جه من عند البوينت اللي انت عندها اللي هي دي، وراح راسم خط لحد الحته اللي انت قلت له عليها عشان يروح لها. حلو جدا 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 الكلام ده. طيب دلوقتي بقى ركزوا معايا، انا عايز اعمل خط تالت من الحته دي لحد المربع ده في الحته دي بالظبط كده. عايز حد فيكم يوقف الفيديو ويجرب يقول لي اعمل ايه عشان الخط يجي من الحته اللي انا واقف فيها دي لهنا. ببساطه شديده تعالوا نحسبها. الاكس يا جماعه قد ايه؟ ادي 100 200 300 400، الاكس 400 والواي 200، فهيجي عند الحته دي بالظبط. تعالوا مع بعض كده نشوف، اكس 400 وواي 200، ادي 400 اهو وادي 200، ده الخط التالت بتاعي. شايفين يا شباب عمل لي الحته اهي. حلو جدا جدا جدا، عايز بقى اخلي الخط ده من هنا يوصل لحد نقطه البدايه تاني. ببساطه شديده كده انا عايزك تفكر معايا، نقطه البدايه دي كانت كام؟ نقطه البدايه اهي، مش هنروح بعيد، دي نقطه البدايه 100 100، فانا عايز يوصل من البوينت دي لحد نقطه البدايه، فهقول له اتفضل وديني عند نقطه البدايه اللي هي 100 100، فهيجي من هنا يروح رسم لك خط لحد هنا بالشكل ده. شايفين يا شباب؟
حلو جدا. طب لو انا مش عايز اعمل القصه دي وعايز هو يقفل لي لوحده الباس بتاعي، عندنا فانكشن ظريفه جدا اسمها، من اسمها اصلا معروفه، دوت اسمها ايه يا شباب؟ كلوز باس. كلوز باس ببساطه شديده هيروح عامل لك كلوزنج باس، هيقفل لك الباس اوتوماتيك من غير ما انت تعمل اي حاجه، نفس اللي انا عملته بالظبط اهو، مفيش اي اختلاف خالص عن ان انا احدد له البوينت بنفسي او اقول له اتفضل اقفل لي الباس بنفسك. كده يا جماعه عرفنا من الصور الستارتنج بوينت فين، هقدر اودي اللاين منين لمنين، والحته اللي انا بوصل لها بكمل منها وارسم خط تاني عشان اعمل باس بطريقه بسيطه جدا. طيب حلو جدا كده، والكلام ده ظريف جدا، ومحتاجين بقى ان احنا دلوقتي نلون البوردر بتاعنا. هاجي هنا اقول له بوردر ستايلينج، عايز الون البوردر، هقول له ذا كونتكست دوت لاين ويدث مثلا بيساوي 8 مثلا، وبرده ذا كونتكست دوت ستروك ستايل بيساوي اللون اللي انت حابب تعمله، مفيش مشكله، ممكن نعمل مثلا لون اصفر، اي لون مفيش مشكله. ادي اللون بتاعنا، لون بشع صعب جدا، معرفش ليه اخترته بس اوكي، ممكن نخليه احمر بالشكل ده. ده بالنسبه للبوردر اهو، وتقدر بعد ما بتخلص الشكل بتاعك وتحط الاوتلاين بتاعه او البوردر بتاعه، تقدر كمان تكستمايز الفيل كلر بتاعته، يعني تقدر تملاه كمان بلون من جوه. هقول له هنا كاستمايز او فيل ذا شيب، هعمل فيل للشيب بتاعي دلوقتي، ادي ذا كونتكست عشان املى اللون بتاع الشيب بتاعي دوت فيل ستايل، وهنرجع نقول محتاج الفيل ستايل ده يكون جراديانت ولا باترن ولا كلر عادي. هقول له ان انا محتاج اللون يكون جرين اللي جوه، بعد كده هستعمل ميثود اسمها دوت فيل. فيل يا جماعه بيعمل ايه؟ مش فيل ستايل لاحظ، لا، فيل بتعمل لك فيل للشيب اللي انت رسمته عن طريق الستايل اللي انت حطيته بالشكل ده. هاجي هنا اقول له زي ما انت شايف كده عملها لي خضرة، ولو انت ما حطيتش الفيل ستايل كالعاده يا جماعه الفيل بيبقى باي ديفولت اسود، لو انت ما حبيتش تحط لون وجيت قلت له فيل دايركت فبيروح عامله لك بالديفولت كلر اللي هو اسود. وبكده يا جماعه عملنا الامثله اللي تقدر تخلينا باذن الله نرسم اي حاجه في الدنيا. المفروض الريكويرمنت بتاعتك او اللي انا اقدر اقول لك ان انت خلصت الفيديو ده وفهمته صح، ان انت تقدر ترسم اي شيب او اي شكل من اللي انت بتشوفهم على الانترنت. اكتب في جوجل ادفانسد شيبس او اكتب مثلا شيبس بس، هيعمل لك اشكال كتيره جدا، جرب تعملها بالكانفاس بنفسك عشان تعرف ان انت ماشي صح. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.